اهلا بكم اعزائي الشباب وحلقه جديده من برنامجنا شباب واراء. زي ما بنقول في كل حلقه بنقابل فيها شباب عنده مواهب وعنده ملكات ابداعيه. بنقول النهارده نفس اللي قلناه، ان الشباب قادر انه يقدم بافكاره وبرؤيته شكل جديد غير نمطي، يمكن بنفاجئ بيه لاول مره، او يمكن بيضاف أو بيضيف جديد في مجتمعنا الفني. النهاردة هنتكلم عن شباب اتجاهات للغناء، ومن له اتجه إلى الشعر، وعادة شباب الجامعة من لقيه في اللونين دول متفوق للغاية، لأنه نوع بيستميل الكتير جدا من الناس، ونوع بيبقى محبب قوي لكل الناس. زي مثلا الغناء، مفيش حد مننا تقريبا ما بيحبش الغناء. ممكن ما بيغنيش، لكن ما يقدرش ما يسمعش أغنية، لأن الأغنية في حالة أو في طبيعتها بتخلي الإنسان في حالة من حالات النفسية الرائعة، الرضا، الانبساط. الشعر كذلك بيدينا كمان إحساس بأن احنا عندنا أمل، ممكن أو يحسسنا ساعات باليأس، أو يحسسنا ساعات بالإحباط، أو بيقدم لنا خبرة شعورية، بس في الآخر بيكون في محصلة. النهاردة هنتكلم عن شباب الجامعة اللي بيحاول علشان يحقق طموحاته ويحقق مواهبه، بيحاول بقدر إمكانه إن هو يقدم أحسن ما عنده، بس بيحتاج تملي حاجات كتيرة، ودي كمان الحاجات اللي بتهتم بيها الجامعة وبتحاول تقدمها له. بيسعدنا أعزائي الشباب أن نلتقي بكل من الأستاذ بيتر جورج. هو يعني دارس في أحد جامعاتنا الخاصة وبيهتم جدا بالغناء. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك، منورنا فندم. وبيسعدنا ايضا ان يعني نلتقي بالاستاذ باسم محمد، هو شاعر وفي معهد التعاون. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك، منورنا. منورنا. هنبدا مع مين، مع الغناء ولا مع الشعر؟ اي حاجه، اي حاجه. طيب نبدا مع الغناء. اسمح لي استاذ بيتر، استاذ باسم. استاذ بيتر، الغناء شيء محبب للناس كتير. اولا ايه مفهوم الغناء عندك كطالب جامعي، او يعني ايه 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 معنى الغناء بوجه عام للشباب؟ اهتمامهم ليه بالغناء بيكون اكتر كمفهوم؟ يعني هو الحقيقه الواحد دايما بيلجأ للغناء لما يكون مبسوط شويه، تمام، او حزين برضو شويه، فهو حاجه بتلمس الاحساس عموما يعني، فهي اكيد دائما موجودة عند أي بني آدم، حتى لو مش ما عندوش الحاسة الفنية. يعني في ناس بتغني وهي أصواتها مش حلوة، وبتعتقد قوي إن صوتها حلو، ده لأنها سمع لسه المغني في ودانها، يعني سمع الأغنية، فمش مهتمية بصوتها، يعني مهتمية بكلمات الأغنية. لا، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك، هي لما بيمارسها هي يعني عشان نبع من إحساسه، فهو أكيد يعني ما بيبصش لأن صوته حلو أو وحش، أو هو بيمارس حاجة في الإحساس يعني مش أكتر. أنت بتأدي أي لون من ألوان الغناء؟ يعني متنوع يعني شوية، يعني متنوع. مش على وتيرة واحدة. تمام. أنت في كلية دراسات نوعية؟ أنا متخرج. متخرج. متجه أكتر للغناء ولا متجه أكتر للمستقبل في مجال يعني العمل؟ اللي واخد وقتك دلوقتي إيه؟ الغناء ولا ما أنت خلاص تفرغت بقى، خلاص خلاص؟ تمام. الغناء ولا العمل؟ ولقيت شغل ولا لسه ما لقيتش شغل؟ هو اكيد لا شك طبعا ان العمل مهم جدا علشان المستقبل، تمام، تمام. ولكن موضوع الغناء ده يعني متلازم معايا في كل حياتي، يعني في دمك. بالظبط بالظبط. تلاقي الاسره بتعاني من الموضوع ده؟ أكيد. بتعاني اكيد. الغناء اخذ من وقتك كتير داخل الدراسه وعطلك يمكن شويه 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 شويه، لكن الحمد لله حققت الدراسة وقدرت تحصل على الشهادة. الحمد لله. بدرجة ولا من غير درجة بقى؟ يعني بتفوق ولا بمقبول، زي ما بنقول اللي بيهتم ساعات بيبقى مش مدي للدراسة اهتمام، أو إذا كان في هواية بتشغله عن دراسة فبيجيب مقبول، ما بيجيبش أكتر من كده. يعني الحمد لله أنا مش ببص للحكاية ديت، يعني الحمد لله إن أنا يعني اهتميت بالدراسة وأنهيتها تمام يعني. تمام. مفيش مشكلة يعني. اصل في عائلات كتير جدا بتنظر الى ابنائها وتقول لهم، حتى تقول له يا ابني ما تحاولش ان انت تدخل في اي نشاط داخل الجامعه،
لانك ممكن قوي ده بيأثر عليك، حتى بيأثر على تقديرك في الاخر. الوقت ده اولى ان انت تديه في الدراسه وبلاش الانشطه، مع ان ده شيء من الصح، ولا انت شايف ايه؟ هو طالما الواحد بيميل لحاجه فنيه دي موهبه لازم يمارسها، لان هو لو يعني كبتها بشكل او باخر يعني هتبقى في حاجه مش مظبوطه في حياته. يعني هو طبعا. لازم يفرغ الطاقه الفنيه اللي جواه ديت علشان يعرف يعيش. بس الشطاره انك تقدر توازن بين الاثنين، بين الدراسه طب وتتفوق فيها وبين الموهبه وتبدع فيها. اكيد ده طبعا، احنا اللي عاوزين المعادله دي. اكيد. عاوزين تفتح نفسنا في بدايه الحلقه عشان الساده المشاهدين نشوف نوعيه صوتك ايه. جاهز؟ تمام. نبدا؟ هتغني لنا ايه؟ ممكن نبدأ بحاجة تراث، يعني أنا بحيي التراث جدا. أكيد. برافو عليك، احنا بنموت في التراث. أكيد. بتحب مين في التراث؟ يعني أكيد طبعا عمالقة الفن زي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الله عليك، عبد الحليم حافظ، الله فايزة أحمد، الله، فريد وغيرهم الأطرش، كتير يعني. أكيد طبعا، عملاقنا الجميل. أكيد طبعا، ملك العود. طبعا. هنسمع مين؟ ممكن نبدأ بموسيقار الأجيال وأم محمد عبد كلثوم الوهاب. كمان ما تنساهاش. طبعا، هو طبعا يعني كوكب اكيد الشرق. طبعا. تمام. اكيد. طيب نبدأ بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تمام. هتغني ايه؟ وتقول الوردة البيضاء. اكيد. ايوه الوردة صح. البيضاء؟ والله؟ طيب نسمع. لا اغنية الوردة، لا. ممكن قالوا لي هان الود علي. جميل. قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمتوا ليه؟ هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني. قالوا لي قالوا لي قالوا لي. الله عليك، الله عليك، تستاهل اسقف لك. بسم الله ما شاء الله. مش ممكن تكون بتأدي لوحدك، انت اكيد اتدربت، صح ولا ما صح؟ ولا يعني ما مش حقيقة؟ هو تدربت يعني بأنواع كتير، يعني حاولت ان انا انتمي الفرق، حاولت ان انا اتعلم الموسيقى. يعني دخلت مدرسة غناء، اتعلمت في يعني أكاديمية الغناء. اشتركت في فرق كده يعني مع عدد من الموسيقيين يعني، وبرضه تعلمت الموسيقى يعني بآلة موسيقية. بتعزف؟ تمام. ايه بتعزف على ايه؟ بعزف عود. عود. جميل. لأن انت داخل بقوتك. جميل، احييك. باسم معاك مرة تانية. باسم اهلا بيك طبعا، منورنا. وباسم انت شاعر، ويمكن قبل ما نصور قلت لي كده قصيدة هزيتني فيها، حسيت قد ايه انت فعلا عندك يعني هذه الموهبة. بداية انا عرفت الشعر ازاي، او عرفت مجال الشعر ازاي ودخلت فيه؟ وطبعا الشعر ده من قديم الزمن، اجيال بتتوارث عن بعض، طبعا مأخوذ من القرآن اول حاجة. طبعا.
فانا حبيت الشعر. هو مش ماخوذ من القران، القران لون، ده حاجه تانية خالص. لا، ما حاجه خالص الشعر من القران. اه بالنسبه للقافيات وكده يعني. فانا حبيت الابداع. سمعت شعر كتير، لكن هو بعيد خالص عن القافيه ولا حاجه. ايوه لا انا بقول يعني ما فيهوش اي قافيه ولا حاجه تماما، حتى عشان بس نبين الموضوع ده ونقف عنده. يعني اللغه، قصدك لغه القران، لغه القران بالظبط، ادت للشعر هي اللي استوحت ان في حاجه تبقى اسمها شعر. اه لغه القران هي اللي استوحت ان في حاجه تبقى اسمها شعر. الشعر يمكن يعني ظهر قبل نزول القران على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنحط الحقائق بس مرتبه، لكن اللي انت يمكن تقصده ان القران هذب النفوس اكتر. اكيد. وعمق فهمها، وخلي أكيد. كمان مفردات اللغويه اللي قدمها القران وتصويراته البليغه تعمق رؤيه الشعراء. اكيد. وهم استخلصوا الشعر من القران. تمام. اللغه يعني قوه اللغه. صح. لغه القران. تمام. انا سمعت الشعر وكنت بحب الشعر، اسمه هشام الجخ. نعم. واول مره سمعته كان بالصدفه. تمام. حفظت له قصائد وكده، وابتديت اقولها في ندوات وفي المعهد عندنا. ناس كتير قالوا لي طالما انت بتلقي حلو اكيد لو جربت تكتب هتكتب كويس برضه. تمام. فانا حاولت وجربت وكتبت قصيدتين. كانت محاولتك امتى؟ في الجامعه ولا قبل الجامعه؟ لا في الجامعه طبعا. في الجامعه. ان ما نصحونيش الا في الجامعه ان انا اكتب. تمام. انا كنت شايل الفكره دي من دماغي خالص. انا كحب شخصيه هشام الجخ. بعرف اقلد اسلوبه، اعرف احفظ قصايده حبا فيه. واسلوبه كمان بسيط وبيخاطب كل الاجيال. طب ما تقول لنا حاجه من عنده قبل ما تقول. حافظ حاجه عنه؟ حافظ ال 15 قصيده. والله. طب نسمع حاجه صغيره كده من قصيده. قصيده اسمها ايزيس. نفسي انام فينك يم الرموش عن قريب، ما الدم يعيش عينك الفرح جاي عن قريب. ايزيس ازاي بتتحمل انساها وتجيني أسقي بنات الدنيا إلاها، وأما العطش يكويني ألقاها هي اللي تسقيني. الله. تهديني يوم وردة أهديها لفلانة، تجري على حضني أحكيها عن نانا. إزاي بتتحمل رمز البنات ووعر من غمزهم ردي، جياني ملهوفة ما تلاقي غير صدي، أبكي في أحضانها وأفرح هناك وحدي. يم الغليب اتخلق معرفش غير يدي، يم الفؤاد ولاد معرفش غير يعشق، الصبر عدى وزاد يا قلبها المتجاد، معرفت يوم تزهق. كانت بتلبس لي اجمل فساتينها، ترمي في صحارية افتن بساتينها، تدمع رواحينها ولا قلبي يوم يشفق. ازاي بتتحمل كتر الكلام عني في حكاوي وانا غايب، الليلة كان سهران، الليلة كان سكران، والليلة كان عاشق، والليلة كان دايب. يم الرموش طايشة وام العيون لامة، حضنك ما هيسعنيش انا بلوتي طامة، 4 سنين يا هوى ملكيتي عامة. كل البنات اتلبنوا فيا وتفوني، رسموني خروف معلوف وسمعوا قصيدي وابتسموا، وصحيوا بدري يوم العيد ودبحوني. بقالي ييج 4 سنين مسمار في غيط شواكيش، دقوا على راسي لكن ما ثبتونيش، فازاي بتتحمل. جميل. لون جديد بيحبه الشباب. انا بحب هشام. هو هشام بيخش القلب من اول قصيده تسمعها، وده اللي حصل معايا، لان السبب هو بيخاطب المتعلم والجاهل. يعني في واحد يقول لك قصيده بلغه عربيه، يعني صعبه ان الواحد مش متعلم ما يفهمهاش. اللهجه نوبيه ولا انها صعيديه. فهو هشام لما بيجي يعمل قصيده بيبقى حاطط في الاعتبار ان هو ايه، يخاطب كل الناس سواء صغير او كبير او متعلم او غير متعلم، وبعدين بيختار اساليب بسيطه. هو دي يعني انت بتسمع القصيده بتحسها. هو بيقول قصص على طول، يعني قصص بتحصل له بيحولها لقصايد شعر. فهو دي اللي حببنا في هشام. كان بيقصد ايه بالقصيده دي؟ مين هو هشام الجخ؟ بيشير لمين؟ هشام الجخ كان بيحب واحده اسمها نانا. وليه قصيده اسمها نانا اصلا غير بتاعت ايزيس دي. وهو دايما في كل قصيده بيذكرها، بيوصفها في قصايد، يحكي مواقف معينه حصلت بينهم. بس يعني ان انا دي كانت قصه حب الاول. بس هو قاسي شويه عليها زي ما بيقول. لا هي اللي كانت قاسيه عليها. هي اللي كانت قاسيه. هي اللي كانت قاسيه. جميل. طب قول لي يعني انت اتجاهك بعد هذا الشاعر في اي اتجاه؟ يعني هل انت خدت منه لونه وطبعه، ولا انت بدات بلون جديد مغاير؟ لا
انا عشان بحب هشام الجخ وبعد ما كتبت قصايد ليا لقيت نفسي اسلوب القائي هشام الجخ برضه يعني مؤثر فيا حتى انا اللي كاتب القصيده يعني بعد ما قالوا لي تحاول تكتب قصيده لنفسك وكده تكتبها حلو وكده بعد ما كتبت لقيت نفسي برضه بقلد لهجته بقلد حركاته بقلد اسلوبه ودي حاجه انا مش عارف اغيرها فيها لحد دلوقتي. انت شفته هو بيلقي؟ اه شفته كتير كتير فتاثرت بيه اكيد. طب سمعنا حاجه منك انت. دي كانت اول قصيده كتبتها بعنوان حقيقه الحب. يعني بالنسبه لليومين اللي بيحصلوا دول تلاقي بنت عندها 5 سنين وولد عنده 6 سنين تلاقيهم بيحبوا بعض وكده فانا بالنسبه لي الحب ان هو ايه 2 بيمثلوا على بعض. فعملت قصيده بعنوان حقيقه الحب. كتر الكلام على الحب بحلاوته وعذابه قررت اثقف نفسي وان ابحث عن كتاب فدخلت مكتبه الغرامه لاتعرف على احبابه وعندما وجدت الكتاب وجدت كتب اخرى كتاب الفراق كتاب الاشتياق كتاب الفراق فعلمت ان الحب قد علت اوصافه الافاق فتحت الكتاب فقرات في الصفحه الاولى مغامره العزاء فتحت الكتاب فقرات في الصفحه الاولى مغامره العزاء فقررت ان احكيها لانصح الشباب والبنات تبدا القصه ببطلين في التمثيل موهوبين كل واحد عارف دوره مش محتاج نصيحه من فنانين البطله معرفاه انها حوريه من الجنه والبطل مفهمها انه فارس احلامها وهو من يوم ما عرفها ما تهنى ولا هي طلعت حوريه ولا حتى مداس في ادمها ودارت الايام والحب بالنسبه لهم مش مجرد كلام ونسيوا ان زي ما في حلاوه حب في جراح والام وفي النهايه هو بيمثل عليها وهي بتمثل عليه وكانهم بيلعبوا افلام طب ده برضو اسمه كلام والدنيا مش بتسيب حد في حاله لا الفقير فقير ولا الامير امير ولا الغني بماله ورسموا المستقبل ونسوا ان التدبير لله ما الحب خلاص نساهم ان الرب جل علاه لو اراد ان يقول للشيء كن فيكون ولو شاء الله ما ابقى عليها عاشق ولا عاقل ولا مجنون واتجوزوا البطلين وبدات المشاكل يوم عن يوم بتزيد هات الايجار هات المصروف يا دوب ملاليم بتفيد كل يوم شبه اللي قبله ما خلاص ما بقاش فيه الجديد ما هو عشمان في حياة سعيدة ولكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد واشتغل شغلانة واتنين وعلى طول بقى مش فاضي وبدأت مراته تشتكيه لألف قاضي والدنيا قفلت له أبوابها وفي سكة الفشل ماضي قرر يمد إيده وبرزقه الحلال مش راضي ولما دخل القفص وحكم عليه القاضي صرخ وقال مظلوم وباسم ربه ينادي من هنا ردد عبارة رديت أنا بالهم والهم بيا مش راضي وكبرت الأطفال وتربوا في الشارع ومن هنا بدأت حكاية وقصة أطفال الشوارع ومن هنا قررت ألا أكمل قراءة الكتاب وقد ملئ الحزن قلبي لما ورد في الخطاب وقررت ألا أعترف بالحب أو ما يسمى بالعذاب وأن لا أمر بتلك المرحلة وأن أغلق ذاك الباب. جميل يا رؤية. يعني شيء أنت طبعا كاتب شعرك ده بالعامية عرضت هذه القصيدة على حد من المستمعين في الجامعة في ندوة الشاعر اسمه ياسر نور رحت الندوه بتاعته وسمح لنا كده يعني 20 دقيقه قلت القصيده واداني ديوان ليه وكاتب لي عليها تذكار برضو كده بس ده لون جديد يعني انا شايفه انه لون جديد انت بتحكي كانك بتحكي حدوته وتصور شخص دخل مكتبه واخد كتاب بس ده من وجهه نظرك انا من وجهه نظرك يعني شايفه لون جديد مغاير عن اللي موجود على الساحه هو ما حدش بيحكم على نفسه
محدش بيقول مثلا ايه ده لون جديد او مش لون جديد، ممكن يقوله ما يكونش فعلا لون جديد. فبالتالي المستمع هو اللي بيقول، المستمع هو اللي بيحدد، ودي حاجه بترجع للجمهور. انت بتنقد المجتمع في في قصيدتك او مش راضي بحال الشباب في حبهم العذري زي ما بيقول؟ ما بقاش عذري يعني زي الاول، ما بقاش في التضحيه شكل الرومانسي الطبيعي اللي المفروض يكون عليه رومانسي. انا افتكر ان مثلا شركات الاتصالات الدقائق المجانيه اللي بيعملوها دي رجعت على المجتمع بالسلب. بدات فيه لغه تسليه بين الشاب والبنت، يعني مش قصه حب مثلا او كده، لا معاها دقائق يعني هيوديها فين. فبالتالي ان الشركات عملت حاجات سلبيه للمجتمع. انا بالنسبه لي في قصيده كنت ذاكر فيها برضو العباره دي، ان بسبب الدقائق وسبب الرسائل المجانيه والحاجات اللي بيعملوها دي بتاذي مش بتفيد. يعني واحد معاه دقائق هيعمل بقى ايه؟ يقول لك احب اي واحده كده. يبدو ان انت واخد موقف من العلاقات الانسانيه في يعني بينجح منها نسبه 3%. يعني قصص الحب كلها اللي بنشوفها دي بينجح منها نسبه 3% بس. وانت نجحت في من ضمن ال 3%؟ لا اكيد، لا اكيد يعني انا واخد انا مش نادر. لا طيب نعود لبيتر مره ثانيه. بيتر على فكره بتفكرني بهاني شاكر. طبعا من احنا انا من عشاق هاني شاكر ومن محبي هاني شاكر، واحنا من جيله يعني اذا كان هو يمكن اكبر منا شويه في السن، لكن عاوز اقول ان هاني شاكر لون الناس حبته وهو شبابي على طول. يعني بسم الله ما شاء الله لما تقابله تلاقيه على طول متجدد وشبابي، رغم ان هو من جيل العمالقه برضك يعني، وان كان يعني في البعض سبقه شويه في السن، لكن ما زال على الساحه صراحه بينور سمعنا وقلوبنا. اكيد طبعا. انت ليك حاجه لهاني شاكر حبيبها؟ يعني انا عاوز اربط بينك وبين هاني شاكر، ما اعرفش في رابط. هو يعني انا ممكن اكون بسمع لمطربين كتير جدا احب اسمع لهم دايما. تمام. ولكن انا يعني دي حته فيا انا شخصيا. مش شرط ان انا عشان بسمع مطربين يبقى لازم اغني لهم حاجه، لا انا ممكن اكون بسمع لحد حاجه بس ما اقدرش ادي بالقيمه اللي هو بيأديها. تمام. يعني بيغلبني في بفنه بصراحه يعني. الله عليك. طب مين من المطربين الجدد اللي على الساحه حاليا اللي حاسس نفسك ان انت ممكن تكون منهم او ادائك قريب من ادائهم؟ يعني انا من الشباب الجداد يعني من البنات، ممكن مثلا بحب جنات. ده لو اتكلمنا على الساحه اللي هي الحديثه قوي. تمام. تمام. اكيد طبعا في جيل اللي هو الوسط شويه مثلا زي فنانه انغام طبعا. فنانه اصاله. تمام. بتغني لهم ساعات؟ ممكن تغني لهم اغاني؟ اكيد طبعا. اكيد الاستاذ كاظم الساهر، فنان عمرو دياب، اكيد طبعا كلهم لهم قدر يعني. طب نسمع حاجه لكاظم الساهر وعمرو دياب لو عندك حافظ حاجه. تمام اوكي. طيب كاظم الساهر اللغه العربيه الفصحى؟ اكيد طبعا. في حاجه جديده كان عاملها انا يعني حبيتها جدا اسمها اشكيك لمين. دي لسه قريب. بس جميله جدا. اشكيك لمين 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 اشكيك لمين والشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين اشكيك لمين 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 اشكيك لمين والخصم انت والحكم اشكيك لمين انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايدك انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايدك وان كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليه اشكيك اشكيك لمين اشكيك لمين 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 اشكيك. الله عليك، برافو عليك، جميل، اداء رائع. انغام هتقدم لنا ايه الالغام؟ في
في ممكن شنطة سفر. حلو. أنت كل حاجة بتاخدها الهادئ صح؟ طبيعة صوتك أن تغني غناء هادئ. يعني هو مش شرط والله، وعلى حسب المود يعني. طيب جميل. لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملهوش بديل. لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملهوش بديل. أعمل إيه أعمل إيه في الوحدة وإنت مش هنا؟ أعمل إيه أعمل إيه ومنين أجيب صبر السنة؟ أعمل إيه أعمل إيه من سؤال مهزوم بيترجى الجواب؟ مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب. من سؤال مهزوم بيترجى الجواب؟ مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب. سيبك انت من دموع العين وقولي، سيبك انت من دموع العين وقولي، خدت ايه في شنطة سفر او ايه فاضلي؟ خدت ايه في شنطة سفر او ايه فاضلي؟ خدت من صبري وطريقي منتهى، مش معاك نبض اللي تاه. خدت من صبري وطريقي منتهى، مش معاك نبض اللي تاه. خدت صورتي شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه. شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه. شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه. ولا احساسي بكياني وبالحياه، أما حيرتي والعذاب ملكي أنا. هما أصحابي في غيابك طول سنة. الله، أعبوبة أنت يا بيتر. بسم الله ما شاء الله. بيتر، أنا لسه يعني عندي قناعة شخصية بأنك أنت أخذت تدريبات، يعني وصلاتك وقفاتك. قول لي انت بتتدرب ازاي على الغناء؟ يعني هي الموهبه موجوده اصلا من قبل ما شاء الله. لا يعني انت حافظ القبلي كله تقريبا او الاغنيه كلها، هل بتتدرب عليها؟ وانا شايف كمان ان ادائك يعني انت بتادي بلونك الشخصي، يمكن بتاخد شويه من طبع، لكن باين شخصيتك في الغناء. اكيد طبعا، انا يعني في مبدئي يعني اللي بيقلد مش في مصلحته. برافو عليك. اللي بيقلد بيسقط فورا، بينتهي بسرعه يعني، وكمان ما بيبدعش. هو الابداع ان انت تخلق جديد، تحاول تضيف جديد. لقيت كلمات اغنيه تناسبك تقدم لونك فيها وتثبت ذاتك فيها، ولا لسه ده ما حصلش؟ بصراحه لسه. ليه ما دورتش؟ ممكن اكون ما لقيتش الفرصه المناسبه مثلا، او يعني بالظبط يعني ما لقيتش الفرصه صح. بيتر، انت اتخرجت من الجامعه، بس كانت الجامعه كانت بالنسبه لك ممكن تنطلق منها انطلاقه اكتر من ديت. انا متخيل ان انت تكون خرجت من الجامعه وشايفينك دلوقتي على ساحه الفناء الغناء عفوا. هذه الساحه اللي مفروض تبقى متواجد عليها انت اتاخرت شويه انك تكون فيها. ايه السبب؟ الجامعه كانت سبب
هل ان الجامعه ما وفرتلكش المجال وما وصلتلكش بهذا الكيان الغنائي؟ يعني انا متخيل ان لابد ان يكون للجامعه دور تربط ما بين ساحه الغناء الفعليه يعني باكبر الملحنين واكبر المطربين واكثر الناس يقدر يلتفوا حوالين الشباب واصوات الجديده ويطلعوها. المفروض ان يكون في لينك ما بين الجامعه وما بين هؤلاء الاشخاص. المفروض، بس للاسف ما بيحصلش. ده كان في الماضي أكيد. يعني احنا شفنا ناس كتير جدا من ابطالنا الفنانين، عادل امام وغيرهم وغيرهم، كانوا يعني خريجين جامعات مصريه، كليه الزراعه تشهد ليهم يعني، وخرجوا من هنا ولقوا مجالهم في الساحه الفنيه. ليه شبابنا في هذه الفتره بيغيب بعد تخرجه من الجامعه؟ ليه هذه الفجوه؟ المفروض تكون يبقى اول طريقك على اول سلمه طالما انت بتحب الغناء بهذا الشكل وبتأدي بهذا الشكل. هو ممكن يكون الموضوع ده راجع للزمن، يعني الزمن اختلف عن الاول كتير. يعني زمان كان الموضوع يمكن اسهل شويه، ما يعني دلوقتي انت عندك كان قليل قوي لما تلاقي مواهب بتطلع يعني. دلوقتي عندك الجمهور نفسه هو اللي عنده الموهبه ديت يعني. فالعمليه بقت يعني صعبه شويه ان اي حد يعمل زي الناس القدام ما عملوا يعني. تمام، بشكرك. يعني يمكن عاوزين هنخرج على فاصل، بس انا قبل ما اخرج الفاصل بشكر باسمكم طبعا باسم محمد الشاعر الجميل. احنا كنا محتاجين اكتر من كده وقت معاك، لكن معلش الفقره بتاعتنا انتهت ولازم نطلع فاصل. بشكرك وبتمنى لك مزيد من التوفيق، ويا ريت ان شاء الله تقدم لنا في الفتره الجايه يمكن إن شاء الله شعر تاني من اشعارك، واتجاه ان شاء الله مغاير على الساحه الشعر العاميه ان شاء الله. شكرا. ما زال معنا بيتر جورج، وما زلنا معكم، ناخد فاصل ونواصل معكم مضيف جديد ينضم لنا، ابقوا معنا. الطفل في عينه بريء وفي وشه احساس بريء، لسه جايب جلابيته النهارده وبيندى وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضى ويقول له يلا نصلي العصر. يبقى انت اكيد في مصر. وتلاقي فرحة زغرت وزينة من حواليك،
لما تلاقي في جرحك ألف عين بكي عليه وتلاقي في فرحك زغرت وزينة من حالك وبيتك البسيط تتحول عصر وبخير جواك مالوش حصر عدنا معكم مرة تانية أعزائي الشباب ومع الشباب المتفتح مع الشباب الواعي مع الشباب المحب لبلده ويمكن بيحاول ويمكن دي ميت الشباب المصري عنده موهبة يا جماعة عنده موهبة عاوز يعني يطلعها فبيطلعها يمكن قناتنا قناة التعليم العالي وبرنامجنا شباب وآراء بيحتضن المواهب واسمحوا لنا احنا بنقدم المواهب من غير رتوش بنخلي الموهبة تقول اللي هي عاوزاه ويمكن دي الفرصة اللي بنقول عليها لابد أن تتاح لكل شاب على قناة وقنواتنا المصرية والفضائية ويمكن بالتحديد قناة التعليم العالي تحاول تظهر هذه المواهب بدون رتوش وبدون تجميل يا جماعة احنا بنقول الشباب اهو لو انتوا عاوزين تعدلوا عدلوا معانا لو عاوزين تواجهوا الشباب واجهوا معانا لو عاوزين بقى تساعدوا الشباب اقفوا وساعدوه واكتشفوا نواحي نبوغه وما تسيبوهوش كده زي النبتة اللي نزلت عليها مية وانبتت حرام قوي ان احنا ما نديلهاش كل شوية مية عشان تبقى شجرة وتبقى كبيرة حرام نسيبها لوحدها ومن غير ما نديلها المية ما نديلها الحياة الشباب دي عاوزة الحياة عاوزة اللي يحتضنها عاوزة اللي يخليها مستمرة في نمائها معانا شاب جميل انضم لينا في الاستوديو معانا اسلام خلف شاعر غورية اهلا وسهلا بيك وما زال معانا اعزائي الشباب وفكركم معانا بيتر جورج اكتشاف البرنامج ويعني شخصية جميلة اهلا بك يا بيتر اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اسلام خلف شاعر غورية وهذا اللقب مين اللي اداهولك؟ اللقب ما حدش اداهولي بس هو اللقب انا استوحيته من المكان اللي انا فيه شارع المعز انت اللي اديته لنفسك؟ مش انا اللي اديته لنفسي اهلك وحبابك واصحابك اصدقائي قالوا لي انت خليك انت بقى شارع المنطقه بتاعتنا اللي هو شارع المعز اللي معروفه بين الناس في العاميه شارع الغوريه الله فانا قررت بقى ان انا ايه ابقى شاعر الغوريه شاعر جميل قوي شارع جميل قوي على فكره تمام وحي في منتهى المصريه والروعه قول لي ايه اخبارك في الشعر وازاي عرفته هي الشعر بدا معايا من ايام الثوره ايام الثوره ايام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك انت لسه حديث عهد ده بقى لنا 4 سنين دلوقتي تخيل تمام فا اول قصيده كتبتها في الرئيس المخلوع مش لازم نقولها ف وبعد كده جه بقى نظام الاخوان لخبط بزياده كده ده بقى اللي خلاني ايه ابدعت في الشعر انت لقيت نفسك بتتكلم لقيت نفسي بتكلم ومحدش بيسمعني فقررت ازاي الكلام ده يسمع مش هينفع يتكلم عادي لازم الكلام ده يتحول مثلا لغنى او يتحول لشعر او يتحول لمسرحيه او يتحول لحاجه الناس تفهمها توصل للناس بسرعه لكن الكلام الناس كانت سمعت كتير كلام بقى قعدنا 3 سنين الناس تتكلم وناس تقول لك الثوره اتسرقت وناس تقول لك ده الثوره بتاعتنا فالكلام كتير تمام فتوصل الناس دي بقى رساله ازاي لا بالشعر لا بالغنى لا بالتمثيل انت بتدرس في الجامعه لا انا لسه مخلص السنه دي السنه دي الف مبروك خلصت ايه مبروك خلصت كنت طالب في المعهد العالي للدراسات التعاونيه والاداريه معهد التعاون الله الف مبروك الله يبارك فيك خلاص اشتغلت ولا لسه بتدور على وظيفه نعمل من ربنا ان شاء الله الحكومه دلوقتي فاتحه باب الوظائف يعني موجوده والله يا فندم انا عملت قررت اعمل ان انا اتقدم للحكومه ايام ما خلصت الدبلوم تمام فبرضك لقيت الوسائط مش لازم بالواسطه برضك لا لا حتى ايام حتى ايام الثوره حصلت بالواسطه قدم بس انت وهتجيلك انا شفت ناس كتير جدا سالوني والله دي فعلا حقيقه الوظائف اللي جايه لنا دي قلت لهم دي حقيقه هي فعلا مصر مليانه وظائف بس في حاجه غلط اللي هي ايه الكورسات الجديده دي اللي كل لازم تخش وظيفه عشان لازم تاخد كورس عشان تخش وظيفه لازم كورس عشان تاخد وظيفه فانا واحد من الناس شايفها غلط انا بتعلم بقالي 20 سنه في الاخر توقف مستقبلي على سنه ولا سنه ونص يعني بقالي 20 سنه بتعلم بس على زي ما فهمتش يعني بقالي 20 سنه اجي على السنه ونص دول هتعلم فيهم ففي حاجه غلط يعني لما الحكومه تطور من التعليم احنا بنقول ايه يعيش المعلم ده في المثل البلدي من غير ما يتعلم لا ويتعلم يعيش المعلم ويتعلم يعني مهما كان من علم
لازم المعلم ده في 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 يعني امثالنا الشعبيه لازم هو كمان يتعلم، والا ما يبقاش معلم. فالتعليم المستمر مهم. انا عاوز اقول الكورسات اللي بياخدوها الشباب فيها نوعين عشان يبقى نخلي بالنا. في نوع الهدف منه مكسب اللي بيعملوها عشان يحاولوا بقدر الامكان يبتزوا الشباب، وفيها نوع فعلا بنبقى محتاجه وشباب محتاجه. احنا نسعى للتدريبات والبرامج اللي ممكن تكون جوه الجامعه اللي ليها سعر معقول وليها هدف واضح وبتكمل دراستك. يعني انت تتواصل مع الجامعه وتسال جوه الجامعه دلوقتي الايام دي وانت خريج الجامعه، تقول يا جماعه الدورات اللي مفروض هتكمل لي عشان اقدر اخش سوق العمل. ما ناخدش موقف منها ونقول والله يعني انا دلوقتي انا اتعلمت خلاص هتعلموني تاني. لا، تتعلم تاني. ده اساتذه الجامعه في الجامعات شرط عشان يأدوا بأدائهم الرائع لابد ان هم كمان ياخدوا دورات تدريبيه. في بعضهم بيقاوم هذا الامر ويقول والله انا بقيت استاذ وبقيت بروفيسور، ازاي انت تخليني اخد دوره تدريبيه تاني؟ لا، انا لازم اطور ولازم اخد ولازم اعرف ايه الجديد عشان اقدر ادي بشكل اعلى. اسمح لي انا مش هخش معاك في الموضوع ده، انا عارف ان انت خلاص غيرت وجهه نظرك وان شاء الله هتكمل دوراتك التدريبيه وتاهل نفسك لسوق العمل طالما سوق العمل محتاج. تمام. عاوزينك تسمعنا حاجه من شعرك. طالما هنبدا يبقى نتكلم عن سيدنا النبي في الاول خالص. الله عليك. صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحبا ميلاد طه، مثل شمس في ضحاها، فذكره في كل شيء نبتديه بالأمور، فذكره في كل شيء نبتديه بالأمور ومنتهاها. ما أجمل شربة ماء من الحبيب يسقاها، الله يسقاها عبد شكور ولسنة النبي رعاها. طوبى لعبد قرأ طه، وطوبى لعبد سمع طه، وتجلى فكره والعقل تاه في النبي وحب طه. مرحبا ميلاد طه. الله عليك. صلى الله عليه وسلم. تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سيدنا النبي ما فيش حاجة طبعا، وقبل سيدنا النبي ما فيش حاجة، لا في إلهنا الله الكون، ده الكون فوق كل حاجة، هو كل حاجة. اسمح لي، ايه هو اللون اللي انت بتقدمه من الشعر؟ انا شايف انت بتقدم شعر عامية. شعر عامية بس ألوانه بقى مختلفة. شعر عامية ديني، اجتماعي، تمام، سياسي. احنا بنخاف من السياسي في حاجة صراحة انا بقولها للشباب. يا جماعة يا شباب انتم منفعلين، لما تيجي تقولوا شعر سياسي تملي نقول الشعر السياسي ما نخرجش عن حدود اللفظ الكريم، يعني ما يكونش اللفظ جارح او للسامع، ومش ان انا متضايق من شخصية معينة ان انا اجرح او اخرج عن حدود الادب فيها، لان ده بيبين عدم قدرتي وعدم استطاعتي ان انا اقدم المعنى بشكل محترم ويوصل للجمهور ويؤدي بمنتهى العمق. ملاش لازم ان انا يعني اشتم، ان انا اقول كلام خارج، ده مش معناه ان انا بزيد كرهي لهذه الشخصيه، بالعكس ده بيخلي المستمع ساعات يقول والله فلان ده بيتجنى عليه، لانه مجرد ان انا اسمع شتيمه في حد فبحس انه شيء يعني مش مستحب. تمام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى امرنا كمان ان احنا لا نسب الكفار، يعني ما نسبهمش ونسب دينهم، لان هو لو انت سبيت دينهم هم هيسبوا الله سبحانه وتعالى بدون علم، وده شيء يؤذي المؤمن. تمام. طيب نعود الى اللون الاجتماعي. اسمح لي وانا عارف طبعا انت راجل رقيق والفاظك كلها مهذبه، ماذا عن اللون الاجتماعي؟ بتقدم ايه في اللون الاجتماعي؟ بقدم مشاكل برضه. مشاكل اللي احنا فيها. هقول لك قصيده اسمها اللي ما تسماش. اسم القصيده. تمام. اسم القصيده مش فاكر اسم القصيده ايه. اللي ما تسماش؟ مش مهم. موضوع القصيده. موضوع القصيده مش فاكر برضه، مش فاكر اسم موضوع القصيده بيتكلم عن ايه. مش مهم. طب انا هبدا من الاول يمكن ما انساهاش. تمام. اسم القصيده اللي ما تتسماش. في ناس بتقول انها حقيقه بتتعاش، وفي ناس بتقول انها اللي ما تتسماش. تعالوا نعرف حكايتها. فيها ناس على كل شكل ولون
عامله زي تواب القماش. وفيها ناس وفيها ناس بتقول عندنا وعندنا، قولوا لي ايه في بلدنا الحكومه ما بعتهاش. وفيها ناس بتكره ولادها فيها عشان ما يسكنهاش. وفيها ناس من كتر الالم كلمه اه ما بتقولهاش. وفيها الحراميه ما بتسيبهاش، بياكلوا في خيرها بياكلوا في خيرها ما بيرحموهاش، ما هو خيرها يا ناس ده ما بيفناش. وفيها الفقراء والاغنياء والموضوع ده ما يعدناش. فيها الاغنياء بياخدوا كل حاجه ما بيحسبوهاش، ان الفقير يعيش حياته او ما يعيشهاش. وفيها الفقير لو فطر ما يتعشاش، والنام ما يتغطاش، ونسحب الدمع على خده ما بيغسلهاش، مش كسل منه ده عشان الميه ما بيلاقيهاش. وتمر سنين على الغلبان، وتمر سنين على الغلبان طعم اللحمه ما يدوقهاش، ونفكر يطلب بحقه، ونفكر يطلب بحقه، تيجي الحكومه تقول خاين عميل وكمان غشاش، وتعمل قانون تظاهر، وتعمل قانون تظاهر عشان صوت الحق ما يعلاش. شرطتنا في ضرب القفا، شرطتنا في ضرب القفا ما تتوصاش، وتقفل كل البيبان، وتقفل كل البيبان عشان كلمه اه الناس ما تسمعهاش. وان الناس تلعب بثوره، وان الناس تلعب بثوره، تيجي الحكومه تقول معناش، وتجري تصرف فلوسها على شويه اوباش، والشعب ياكل البواقي، والبشوات ياكلوا الجلاش، وارخص حاجه في بلدنا الدم بقى ببلاش. ناس بتموت في اعتصامات، وناس بتموت على الحدود، وناس بتموت على قضيب القطر القشاش، واما تروح تلاقي الجثه، اما تروح ما تلاقيهاش، وتيجي الحكومه تقول انا اكيد صرفنا تعويض ومعاش. اكيد اكيد مش الحكومه بتاعتنا دلوقتي، انت تقصد السابقه يعني، مش السابقه يعني، وعارف اللي جاي. وتيجي واما تروح تلاقي الجثه، اما تروح ما تلاقيهاش، وتيجي الحكومه تقول صرفنا تعويض ومعاش 300 400، اصل دم الغلابه عند الحكومه ما يسواش. وفي ناس فهمت القصيده، في ناس لسه ما فهمتهاش. قلت لابويا اقول القصيده، ابويا قال لي ما تقولهاش. وفي ناس فهمت القصيده، وفي ناس لسه ما فهمتهاش. عرفتوا ليه اسم القصيده؟ اللي ما تتسماش. انا عاوز اقول اللي ما تتسماش مش دلوقتي. اللي ما تتسماش دي بعيده، واخد بال حضرتك؟ هو عامه احنا ما شفناش حاجه من النظام ده. في زمان كان في الحق ضايع معاك، ويمكن ايام الثوره كنا بنعاني كلنا، وكان في ناس يعني، وعامه الدم كله حرام، مش عاوزين نتكلم عليه. طيب خلينا في اللي ما تسماش. عاده لما تيجي تكتب قصيده انت عاوز نتيجه، هل النتيجه هل الرساله او الرساله، هل الرساله ساعات بتقف مع الشاعر للوقوف على الاطلال وندب الحال وكده والبكاء، ولا دائما القصائد لابد ان تحوي معنى للتغيير؟ التغيير حصل، واسلام احنا ما بنغفلش ان التغيير حصل بالفعل. تمام. استقرار البلد دلوقتي الحمد لله. تمام. رب الحمد العالمين. لله البلد مستقره، بدايه خير لقناه السويس ان شاء الله. ولازم الناس تفهم. تمام. انا بقولها بمنتهى الصراحه، لازم الناس تفهم ان اللي فات كان شيء صعب على الكل، حتى الكويس كان ممكن يروح مع الوحش. تمام. لكن دلوقتي بنقدر نميز بين الكويس والوحش. حاجاتك بتبان اهي قدامك، وبنقول فرصه للوحش ان ممكن قوي يبقى كويس ان شاء الله. ليه؟ لانه لما يعرف ان الكل بقى كويس هو كمان مش هيعرف يعيش غير انه يبقى كويس. انا مش هقول شعر، لكن في الاخر هقول احنا كلنا لازم نكون خايفين قوي على بلدنا، وعاوزين نبقى بلدنا كويسه عشان نعرف نعيش فيها. تمام. اسمح لي نروح لبيتر. اتفضل. مره ثانيه بيتر. بيتر، انا النهارده بغني وعارف انا عاوز اقول ايه، ولما ادور على معاني كلمات يمكن ادور على لون شباب جديد، يمكن ادور على حد كتب، لكن يعني ناس ما خدتش بالها وما تحولش الشعر بتاعه او اللي قدمه الى لون من اللون الغناء. هل في تراثنا المصري وفي مجتمعنا المصري في ناس ممكن قوي قوي يعني نظهر اشعارهم ودواوينهم واعمالهم الادبيه والشعريه الرائعه الى لون من الوان الغناء، يعني يشهرهم ويأكد لهم ويأكد لنا معانيهم، وان هم ادوا ايه لبلدهم، ان هم عملوا ايه لبلدهم، زي ما بنشوف ام كلثوم مثلا بتغني. تمام. يعني لشخصيات كبيره جدا، وعرفنا الفصحى والشعب اتعلم الفصحى على ايد ام كلثوم. تمام. ما كناش ممكن نتخيل ان حد
من الشعب وبسطاء الشعب انه يعني يقول اغاني لام كلثوم او يسمع او يطرب لهذه الاغاني. ايه اللي ممكن تتخيلوا اليومين دول من يعني من الناس اللي ممكن نغني لهم على الساحه؟ قريت اشعار لحد ممكن تشوف ان دول ممكن احنا نقدر نغني لهم؟ من الناس يعني القدامى او اللي موجودين حاليا على الساحه. يعني هو يعني انت لو تعرض عليك حاجه لناس يعني لشخصيات في مجال الشعر عملاقه ممكن تقدلهم ولا تحس ان انت مش هتقدر تقدلهم؟ اكيد طبعا. ايه المشكله؟ اكيد ممكن نرجع للتراث ناخد منه ونحييه تاني ولا ممكن الجمهور ما هو مش مستوعب ده دلوقتي، هو عاوز اللون الجديد، لون الشباب الجديد، رافض للجزء التراثي لكن طالب الجديد مع انه برضك بيحن للتراث. هو كل من جواه فن ويعني عنده الحاسه الفنيه اكيد بيتمنى ده، بس يعني احنا ممكن نقول ان الـ 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 الابتذال بقى مسيطر شويه دلوقتي، يعني موضوع صعب شويه ان هو يتحقق في مجرد سنه او سنتين، ده عايز معالجه جيل بحاله. انا عاوز اختم بيك واغنيه جميله نسمعها بعد اذنك استاذ اسلام. تقول لنا ايه يناسب فترتنا دي؟ يعني تاخد دقيقه كده. تحب حاجه قديمه ولا حاجه جديده؟ طيب والله اللي انت حابه، انت اللي هتختم معانا الحلقه. طيب ممكن نقول حاجه يعني لعمرو دياب. عمرو دياب. حبيبي يا عمر انا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. حبيبي يا عمر انا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. انا رايح فين؟ انا راجع تاني، انا مش هنساك ولا قلت انساني. انا رايح فين؟ انا راجع تاني، انا مش هنساك ولا قلت انساني. حبيبي يا عمر انا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. لو يوم حسيت بغيري، لو يوم حنت لغيري، صدقني مش هلومك لو قابلك حب تاني. الله عليك، الله عليك. شكرا بيتر جورج، شاعر الجميل، المطرب الجميل الرائع. ان شاء الله نشوفك على الساحه الغنائيه قريبا، ومستقبل ان شاء الله باهر ليك. شكرا ليك. وبنشكر كمان باسمكم اسلام خلف، شاعر الغريه الجميل المنطلق دائما، ومفيش على القناه تكميم للافواه، ومفيش حد بيمنع كلمه حق في مجتمعنا المصري بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو. كله بيقول اللي عاوز يقوله، لكن في إطار من الأدب، إطار من الأخلاق، إطار من الوعي. شكرا ليك. شكرا فندم. شكرا لكم أعزائي الشباب، شكرا لأفكاركم الجريئة، شكرا لإرادتكم للتغيير، شكرا لأحلامكم ومواهبكم الواعدة. إن شاء الله نشوفكم نجوم في ساحة الغناء والأدب والشعر والعلوم المختلفة، علشان تاخدوا مصر لفوق في مكانتها اللي تستحقها. شكرا لكم.